دجلة دجلة فران فران دجلة دجلة فران دجلة فرات فران دجلة دجلة إذا هفهف السعف السومري بنخل الفرات ببرق الصباح تفيض الرؤى فتعبر بغيمتي فوق نخل الرصافة والكرخ أراقب بغداد في عيدها فوق أرجوحة الشمس أطفالها حمامة دار بدار العلاء ترشرش بالضوء كورنيشها ومثل العصافير نأوي لأعشاشها بغداد 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 الله أكبر الله أكبر وبغداد في غبش النور تفتح لله أبوابها عراقية الوجه ما عشقت غير تموزها في علاها مدللة يزينها إرث أجدادها محبوبة نحن أحبابها مجنونة تحرق النار أعداءها وعاقلة يطلب العلم من دارها صوتها همس ريح على وتر من شجوب واسمعها فيطول الكرى فكيف انا واسمعها فيطول الكرى فكيف انا كل العشاق إذا اشتاقوا سهروا وصباحا ناموا كل العشاق إذا اشتاقوا سهروا وصباحا ناموا يا بيابا يا بيابا إلا عشاقك يا وفي الصبح لعينيك قسارى يا با يا با لذا صار الناس بهم وبك يوم حيارى يا با يا با يا با عشتار أنا حية خالدة على تراب وادي الرافدين الخالد تطف روحي في كل مكان وأسمع همس السواد الشيء الآخر الذي يلازمني في فسحة الخلود هذه هو أنني لا أنا أنا يقظة ساهرة وفي سهدي أسجل ملاحظاتي على ورق الأيام لهذا الشعب العجب ولشد ما سرني ما حققه العراقيون الأبطال
بيدان الأعداء. لم يرق لهم أن يقع العراق بقعة مضيئة بالشرق. بدأت المؤامرات. ابتدأت المواجهة ببدء المنازلة الكبرى في أم المعارك المجيدة. أما شرارتها الأولى فكانت بنزول قوات المارينز بالإنزال الجبان على سفينة السلام الأعزل ابن خلدون. وهنا شاهد حي على ما حدث. بعد 40 يوما من صدور قرار فرض الحصار الجائر على العراق، انعقد المؤتمر النسائي العربي الشعبي في صنعاء واتخذ قراراً بتسيير سفينة للسلام تحمل الدواء والحليب لأطفال العراق وتكسر قرار الحصار. في 6/12/1990 انطلقت سفينة السلام من ميناء الجزائر حاملة على متنها مجموعة من الشخصيات النسوية من مختلف أنحاء العالم وعدداً من أطفال العرب. Thank you.
غيره في الدنيا وطني، واسم الله على من فيه وعلى من يعشقه مثلي ويغار عليه. وطني وطني يا قرة عين، وسماء كرست عليها أجمل أحلامي، مشغول بالي مهموم اسم الله وأبكي اسم الله ليحرسه من أعلى نجم مسقطه زافه إلى أعلى نجم مسقطه الفاه. سلاما سلاما أطفال العراق، لسانا thank you.
ضربه الغضب قد يصحو وما عندي دواء. إن بكى أو ناح يا أمه من ذا يدفع الأحزان؟ ابنتي تعاني سكرة الموت. ابنتي 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 حين اشتد عصف الريح وتلاطمت أمواج غيظ الأعداء شددت العزم لتكوني ملاحة مع الملاحين، وكنت في الصدارة دائما تعملين بيد وتشدين أزر الحياة باليد الأخرى. أيتها الماجدة الصادقة، لقد عايشت كل العصور ومررت بكل الأزمات، فلم أرى مثلك أو مثل ظروفك وزمانك يا امرأة. أعطت ووهبت وتحملت وصابرت وثابرت ولم تتعب أبدا. أمام باب الصائغ العجوز تأملت وشدها الوهج الشديد للذهب. اقتربت كأن ألف خاتم من أنجم السماء خلف لوحة الزجاج نحوها يذهب، واحتشدت في كفها أصابع تشتاق من خواتم النجوم. واحدا لا غير، واحدا كما تحب. تأملت ثانية وبالأصابع التي تمنت النجوم أخرجت من بنصر اليسار ختم الزواج، باعت واستدارت خلف باب الصائغ العجوز تزدهي راجعة لبيتها ببعض خبز وتمر وتضيق الدواء. عشت أنت؟ لا، إنما الدهر لما رأى جلدي بات حائر. شهرزاد، سمعت حكاية الشعب العجم وحكاية النساء من معدن الذهب، هو لأن ما سمعته لم يطرق سمعي من قبل أبدا، هو لأن حكاياتي لشهريار على مدى ألف ليلة وليلة لم تتضمن واحدا من ألف من بطولات ماجدات العراق.
لقد جئت لأسمع معك ومنك يا عشتار. ما أتمنى، ما أتمنى، ما أتمنى لو أعيد كتابة قصصي وأسردها ثانية، لا على شهريار بل على التاريخ كله، وأسميها آلاف الليالي. ألو أولا، ألو باباتي، ألو حياتي، تعالي بابا، تعالي تعالي. الله الله الله. علا ما وصيش بعد، ديري بالك على علا وعلى نفسك ان شاء الله. يلا مع السلامة. مع السلامة والله يا. باي باي. ترى لماذا يعصرني قلبي خوفا على زوجي؟ لأول مرة أشعر بألم في قلبي، وزوجي الرائد الطيار خليل حسن يودعنا إلى مهمة لم يعلن عنها. تعودت أنا وصغيرتي التحاقه بمهماته، خاصة في سنوات القادسية المجيدة، وفي كل مرة كان قلبي يؤكد لي عودته سالما، إلا هذه المرة. علا كبارا، أبطال في تحمل الآلام. تغير عملي في المستشفى من ممرضة إلى مقاتلة، أصبحت أقاتل الوقت في تغيير عناوين العسكريين من مقاتل إلى طالب أو عامل إلى آخره، لحمايتهم من القتل. إذ هجم الغديرون من خلف الحدود يفتشون عن المقاتلين الجرحى لقتلهم. من القتل والنهب والحرق دخل الطلائع الحرس الجمهوري الباطلة، وهرب المغادرون من تلك الأرض.
أحضاني مذعورة، ولكن ما قاموا به من أعمال لا أخلاقية لن أنساها ما حييت. أريك أم العراقيين منجبة أحيت بما أنجبت أزكى سجايا، أريك مخلوقة أنقى خالقة تسمو على الناس إبداعا وإتقانا، تحنو على المنزل تسقي شمائلنا زغلا فيخضر أورادا وريحا، تسقيه شمائلنا زهرا فيخضر أورادا وريحانا. لأني أعشق وأغار عليها
سأعين نفسي حارسة في باب القصر وأسهر يوميا حتى الفجر وأسأل هل ثمة من يعشقها مثلي ويخاف عليها. أراد الأعداء موتي فصمدت وتحديت، جوعوني فنزعت لقمتي من عيون العصافير، أرادوا أن أستسلم لهم كجارية ذليلة فصرخت لا ومليان لا، فعراق الكرامة والشهامة لا ينحني رأسه أبدا. وقفت مع الرجال في الصف الأول وكلانا دافعنا في المركب الساري باسم الرحمن وتحت راية القائد المقدام إلى الأمام وإلى الأمام، وكنا نصل السواحل الآمنة حيث احتفال العبور العظيم، وها نحن قاب قوسين أو أدنى. اليوم أزف إلى ابن عمي وعلى هذا المركب المضيء تتقد شموعي، سأنجب للوطن أطفالا كآبائي، وسأواصل بكل قوتي ومحبتي بناء الحياة. وأنت يا عشتار باركي لي زفافي واهنئي لأني ورثت عنك مجدا وخلدا، وأعطيت التاريخ بعدك المزيد من المجد والخلد. وأنت يا شهرزاد قولي لشهريار أن العراقية الماجدة علمت الأيام وتعلمت منها، أما ما تعلمته منها فهو أن حضورها المتقدم وجهادها من أجل الحق والمبادئ جعلها في المقدمة دائما، أما ما علمته لها فهو أن يد الرجل مهما كانت قوية بلا امرأة لا تصفق، كذلك يد المرأة مهما كانت قوية بلا رجل لا تصفق. غنوا لعرسي ولعرس الوطن، فقد أوشك سفينتنا على الوصول إلى شاطئ الأمان والسلام.